صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 8 الصبح. النهاردة اخر يوم هعمل فيه اي حاجة related بان انا اكون دكتورة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب كده ربنا يتمم اليوم على خير. وقلت خدكم معايا النهاردة يا جماعة، انا رايحة استلم. الدنيا شمس قوي النهاردة يا جماعة، انا رايحة استلم اخيرا بعد مرور 7 شهور من ان انا خلصت امتياز بتاعي. رايحة استلم كارنيه مزاولة المهنة، ورايحة استلم كارنيه النقابة، ورايحة اعمل التأمين بتاع اللي هو الصحي عشان يعني المشروع العلاجي تبع النقابة الاطباء. النهاردة اقدر اقول ان انا officially دكتورة. الفلوج ده بس مجرد ان انا اكون بحفظ اللحظة دي عشان كمان سنين كتير اعرف ارجع له واشوف الفيديو ده. بس كده، يلا نشوف بقى النهاردة اليوم هيكون عامل ازاي. وصلت عند صاحبتي عشان نروح انا وهي سوا، عشان ما اتحركش لوحدي الصراحة. بعدين انا وصاحبتي يوستينا من ساعة ما دخلنا الجامعة احنا كل حاجة بنعملها مع بعض، فاخر حاجة بقى برضو محتاجين ان احنا نعملها مع بعض كده ان شاء الله ونخلصها على خير. نروح ناخد تاكسي. هنقول لا بصي هفتح اللوكيشن بقى. لا احنا هنروح للراجل ايه بقى؟ وصلنا يا جماعه. مش عارفه اتكلم عشان انتوا مش تخليني الدوشه، بس انا وصلت نقابه العمل. لا مش النقابه، هي بتاع اللي هستلم فيها الكارنيه. ودي الزحمه، كميه الناس اللي قاعده مستنيه رهيبه. النقابة العامة لأطباء الأسنان، هنبدأ معاكم بكلمة الدكتور هشام عبد الناصر مقرر لجنة الشباب وعضو لجنة الطب وأحد أنشط أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأنفذ قوانينها، وأحترم تقاليدها وأدبها. ألف ألف مبروك. محمد علي محمد، محمد سعيد محمد، مارينا جمال وهيب. فاينلي خلصت يا جماعة، الحمد لله. الحمد لله. لا 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 الحمد لله. جرس التحرير. كان يوم مرهق بس الحمد لله عدى وخلص على خير. الحمد لله. عارفة ان الكادر مش احسن حاجة، بس عشان حاليا سايقه مروحه عايزه امسك الموبايل وانا سايقه يعني وكده. جماعه النهارده كان اخر يوم اعمل حاجه ريليتد بان انا اكون طبيبه اسنان اخيرا. هو لسه الصراحه في مثلا اعلان التكليف، في حاجات كتير قوي، بس النهارده انا اخيرا بقيت طبيبه اسنان مرخصه، معايا تصريح مزاوله المهنه، وانا الحكومه معترفه بيا والدنيا كلها معترفه بيا كدكتوره. انا اللي هي انا اصلا عيله صغيره ما بفهمش حاجه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا جماعه انا دخلت كليه طب الاسنان دي دلوقتي من 7 سنين، وفاينلي بعد ال7 سنين انا حرفيا ضيعت اولا العشرينات كلها في الكليه دي، ضيعت شبابي في الكليه دي. دخلتها وانا عندي 18 سنة، طلعت منها وانا عندي 25 سنة. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. جماعة انا خلصت على خير وفاينلي انا سعيدة بصراحة. جماعة رحت بازار عشان كنت عايزة اشتري حاجة، الناس بتمشي قدامي. كنت عايزة اشتري حاجة تكون عبائي او كفتان عشان رمضان. الديكوريشنز تحفة، بموت مش قادرة. انا روحت دلوقتي وانا ميتة ميتة ميتة. عايزة اوريكم الاول انا جبت ايه من البازار. الاوضة متبهدلة عشان طبعا انا من الساعة 7 الصبح في الشارع. بصوا اللون ده is so out of my comfort zone بشكل رهيب. هو لون اورنج
فاقع كده، بس هي عباية مفتوحة، يعني مش عارفة فاهمين الفكرة ده. لأ المهم يعني انا هبقى البسها ان شاء الله في رمضان وابقى اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هنزل بقى صوري على انستغرام عامه، تروحوا تابعوني على انستغرام عشان تشوفي شكلي هيبقى هستايلت ازاي وكده. محتاجه بقى دلوقتي اروح اعمل اديتنج للفيديو ده حالا عشان المفروض ان انا انزله بكره اللي هو يوم الاحد باذن الله، فمحتاجه اقعد عليه بقى اعمل اديتنج. عايزه بقى كلمه اخيره كده عشان اكون بتكلم كلام واقعي، بتكلم كلام حقيقي. بعد لما خلصت كل حاجه ريليتد بطب اسنان، كل الاوراق والكلام ده، وبقيت اوفيشلي 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 دكتوره. استنوا ثانيه واحده اوريكم الكارنيه بتاعي. اوريكم بصوا الكارنيه، بصوا كده انا بقيت اوفيشلي دكتوره. عايزه اقول لكم حاجه واحده بس، كل حاجه بتعدي، كل حاجه بمعنى كلمه كل حاجه. انا لو كان حد حلف لي من 7 سنين ان الاء انت هتخلصي اسنان وتبقي دكتوره، والله ما عمري كنت هصدق، عمري ما كنت هصدق. انا وانا في سنه اولى كنت بشوف الناس اللي في سنه رابعه، لهوي دول كبار جدا. وبعد لما كنت في سنه خمسه اللي هو خلاص انا بخلص وعندي بعد كده لسه سنه الامتياز، ما كنت بشوف ان في حد خلص 12 شهر بتوع امتياز، كنت بقول يا نهار ابيض ده انا لسه قدامي عمر 12 شهر، مش سنه دراسيه حتى، 12 شهر امتياز دول مستحيل يعدوا. وفي الاخر سبحان الله، والله العظيم يا جماعة مش قادرة أصدق نفسي ولا قادرة أتخيل أن أنا فعلا خلصت. خلاص خلصت خلاص. فكل حاجة صدقوني بتعدي وكل حاجة بتخلص، وبجد بجد كل من عمرنا وفي لحظة لحظة بمعنى كلمة هيجي بعد كده الوقت يعدي ويقول يا نهار أبيض هو السبع سنين دول ولا الفترة دي كلها راحوا فين؟ أنا اتسرقت اتخطفت في الفترة دي. بس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وإن شاء الله بقى أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.